هذا مؤتمر قانوني ويبحث في مهمة في رسالة المحاماة، ولهذا وجب علي المشاركة فيه طالما دعيت إليه، وهو حسب الجلسة التي حضرتها مؤتمر جاد جدا والمتحدثون على درجة عالية من الإتقان القانوني، ولا شك أن هذا المؤتمر يقدم خدمة قانونية رفيعة للمحامين. الرسالة التي أوجهها لشباب المحامين رسائل مختلفة. أولاً، ينتقوا القضايا التي يقبلونها، ولا يكون الدافع المادي وحده هو السبب، وإنما الاقتناع بالعدالة الدعوة التي يقبلها. ثانياً، أن تكون سيرته سيرة حسنة، والمحامي الذي تكون سيرته غير حسنة كثيراً ما تتناقلها الألسن حتى تصل إلى القضاء، فيكون غير مجد وقوفه أمامهم. ثالثاً، المحامي الشاب عليه أن يكون جاداً وأن يتعلم من كبار المحامين، ولهذا لا بأس من أن يطلع وأن يحضر دائماً المرافعات في القضايا الهامة التي يترافع فيها المحامون الكبار، لأنه قد يأخذ منهم وعنهم ما يرتفع به أداؤه ويرتفع به مهنته. رابعاً، أو أنه يجب أن يتحلى بالمنطق وبالأدب الرفيع والعبارات القوية، وأن يكثر من قراءة كتب التاريخ، فالتاريخ ليس مجرد قصص وإنما فيها عبرات. وبالتالي المحامي الشاب عندما يؤخذ عنه أنه سيرته حسنة وأن أداؤه ممتاز وهذا الأداء وجاد، كثيرا ما تشير إليه الأصابع فيكون من كبار المحامين بعد ذلك. الإعلام قد يسيء، مش بالنسبة للمحامي فقط، لأي مهنة من المهن، لكن المحامي في تاريخه في الأول كان ينظر إليه نظرة دونية، وكان يقال عنه كلاما سخيفا. أصبح المحامي الآن ضلع كبير في العملية القانونية لوصول المحاكمة المنصفة. ولا ننسى أن سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث إليه بهارون لكي يكون له نصيرا، فالمحامي نصير في الدعوة، والمحامي في العملية الديمقراطية يقول الرأي الآخر الذي هو مطروح أمام القاضي، فبدلا من أن يكون القرار قرار الأغلبية هو قرار لقاد أو لمحكمة عادلة، وبالتالي فالمحامي يقوم بالعملية الديمقراطية، هو ركن ركين في الديمقراطية وركن ركين في المحاكمة المنصفة، ويجب النظر إليه نظرة احترام وتقدير، والعبرة بالنقابة التي ينتمي إليها، فهي أيضا مسؤولة عن أعضائها، وإذا ما وجدت أحد أعضائها منحرفا عن رسالة النقابة فعليها أن تلفظه أو أن تؤدبه، وبالتالي فالنقابة مسؤولة عن رفعة شأن المحامين.